في مثل هذا اليوم 8 شباط من العام الماضي 2022 وقع في هذا الشارع تحديدا في هذه المنطقة تماما حادثة أو حدث كان له ما بعده. هنا مرت سيارة بها 3 أشخاص، وإذ بسيارة أيضا فورد تقف تعترض الطريق في هذا المكان، ويخرج منها جنود الاحتلال الإسرائيلي ويبدأ بإطلاق الرصاص بشكل كثيف ومباشر باتجاه السيارة الفلسطينية. كانت الأمور غير واضحة في بدايتها، ما الذي يجري بالضبط؟ لكن سرعان ما تبين أنها عملية اغتيال مخططة مبرمج لها بشكل كامل ومدروس، وكشفت لاحقا صور لطائرات وهي ترصد سيارة الشبان الثلاثة وهي تحركت من مكانها وصولا إلى هذه المنطقة، وكيف أن قوات خاصة كانت قد سبقتهم إلى المكان واعترضت طريقهم. الشهداء الثلاثة هم أدهم مبروكي الملقب بالشيشاني، والشهيد محمد الدخيل، والشهيد الثالث أشرف لمبصلط. هذه اللوحة تجسد الشهداء الثلاثة وتوثق حدث كان له ما بعده بشكل كبير. عملية الاغتيال هزت ليس فقط نابلس، هذه العملية كما قلت قبل قليل كان لها ما بعدها بشكل يعني واضح، وبدأت شرارة المقاومة تعلو وتصدح في نابلس تحديدا، ولاحقا كانت هناك مجموعات مقاومة وخرجت من رحمها عرين الأسود. إذن يمكن اعتبار الشهداء الثلاثة، طبعا هناك شهداء قبلهم، لكن هذا الحدث كان له تبعاته بشكل واضح ووضع نابلس على خريطة المقاومة مع جنين وكتيبة جنين، عرين الأسود وكتيبة جنين. هذا الحدث أيضا كان له تبعات على الصعيد الفلسطيني الداخلي، حيث انضم الآلاف من المواطنين وشكلوا الحاضنة الشعبية لهذه المجموعات المقاومة. بعد عام الأحداث التي جرت في نابلس كانت حصار، عمليات اغتيال، كان هناك مقاومة، كانت هناك مجموعات استطاعت أن تقتل أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي، وكان هناك وهذا المهم انتقال لهذه الشرارة إلى مناطق أخرى، كانت جنين ونابلس، واليوم هناك مجموعات مقاومة في كثير من المناطق، آخرها كان في عقبة جبر في قباطية وفي جبع وفي كثير من المواقع. ختاما، هنا أسست الحادثة المؤلمة والجبانة لشيء لا شك أنه سيكون له ما بعده، وهؤلاء الشهداء يذكروا اليوم بأنهم من أطلقوا هذه الشرارة، شرارة المقاومة في نابلس، وتكامل الحدث في كل الضفة الغربية. رحم الله الشيشاني والدخيل والمبصلط.